وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثيلهما مباراة داخلية للاتحاد السكندري في إطار الجولة السابعة من الدوري الممتاز المصري. قاد الاتحاد اللقاء بجهاز فني جديد بقيادة الفرنسي جون ميشيل كافالي، وافتتح كواكو فابريس التسجيل للاتحاد قبل أن يتعادل عبد العزيز الشاعر للداخلية من ضربة جزاء، وعاد اللاعب نفسه لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه. سجل محمود بازوكا هدف التعادل للاتحاد قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة. رفع الاتحاد السكندري بذلك رصيده إلى 8 نقاط بالمركز العاشر بجدول الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف عن الداخلية صاحب المركز 11.